يا هلا والله، رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وكومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا بعد ما خلصت ثانوية دخلت بعلاقة حب، أول تجربة حب في حياتي وأول شخص أكلمه، وكانت علاقة جادة من بدايتها، بس العلاقة فيها رفض من الطرفين، هو من أمه لأنها عنصرية، وأنا أهلي بسبب غلطة غلطها الولد لما كان صغير. حاربنا عشان نستمر، لكن للأسف بعد 10 سنوات خلاص تزوجت شخص ثاني، كان قرار أهلي النهائي إنه خلاص ما راح تاخذيه. المهم سبحان الله كل شخص وربه يعطيه على نيته. تزوجت، زواجي دام 6 شهور، طلع الرجال اللي تزوجته مريض نفسي وعانيت معه، الحمد لله ما صار حمل. بعدها أهلي أصروا إني أنفصل عنه وتطلقت منه بعد عذاب، فالحمد لله. بس عانيت كثير بعد الطلاق، دخلت في حالة اكتئاب ودخلت الطب النفسي من اللي شفته من ذاك الإنسان، فالحمد لله قدرت أتجاوز. بعدها رجعت للشخص اللي أحبه وقررنا نكلم أهلنا، وللأسف رفض من الطرفين، فقررنا إننا نتزوج بالمحكمة لأنه خلاص أعمارنا فوق 33 سنة. المهم لما أهلي عرفوا بالقرار، وهنا كانت الصاعقة الكبيرة، كنت حاسة الموضوع فيه خدعة بس ما توقعت إني أنخذل من أهلي. أهلي قالوا إنهم موافقين وخلاص راح يزوجونه، وللأسف في هذا اليوم المشؤوم أبوي ضابط كبير بالشرطة، وعشان يبعدني من هالشخص رفع علي قضية ما أريد أذكرها، بس مستحيل أبوي يفكر بهالطريقة. دخلني السجن 21 يوم، والشخص ينتظر زوجته وينتظر أهلها، يتصل فيني رقمي مسكر، يكلم أهلي وخواتي وأبوي يقولوا لي بنتنا ما تريدك انساها. وصل البيت يقول لهم وين بنتكم، متفقين إننا نتزوج. أهلي يردوا عليه بنتنا ما تبيك. وبالسجن أبوي كلم كل اللي داخل إني ممنوع أتصل أو أكلم أحد عشان ما أوصل لهالشخص، وأهلي بالسجن فهموني إنه هو تخلى عني وما يبيني. كنت مصدومة مو مصدقة، ولما طلعت من السجن دخلوني الطب النفسي، حاولت أتواصل معه، لما كلمته مصدوم من اللي سواه فيني أبوي وأهلي، وأنا الحين مريضة نفسيا من اللي شفته من أهلي، وكيف أب فكر يأذي بنته بهالطريقة، والحين أبوي يحاول يطلب مني المغفرة، بس في شي بداخلي ماني قادرة أسامحهم عليه أبدا. أكلمكم وأنا أصيح، حرموني من السعادة، حرموني وظيفتي، ولا قادرة أوصل للشخص لأني أخاف أبوي يأذيه بسبب مركز أبوي. قلت لكم قصتي عشان تدعوا لي ربي يجمعني بهالإنسان ونتزوج وأستقر وترجع ثقتي بنفسي، وأثبت لأهلي إنه هالإنسان زين وإن سعادتي مع هالشخص. أتمنى أرجع أبني بنفسي من أول وجديد، بس للأسف من وين أبدأ مو عارفة، كل شي فيني مهزوز، فيني خوف مو قادرة أحس بالأمان، أخاف الشرطة تجيني. عشت رعب في السجن، وكيف البنات داخل السجن من جد كأنه فيلم ما تقدروا تستوعبونه. تقولي بيني وبين نفسك أنا أعيش كابوس ولا حقيقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يكون الأهل هم سبب ضياع ودمار الأبناء؟ أنا أقول لك أرجعي أوقفي مرة ثانية، داومي وأعطي نفسك فرصة تعيشيها صح، اللي صار صار خلاص، يعني أتركي الماضي وراك، لازم توقفين على رجلك، مو من ضربة وضربتين الحياة توقف. أرجعي لربك، أقري سورة البقرة، الاستغفار، الحوقلة، كل هذه الأشياء راح تساعدك. والله يوفقكم، والله يجمعك بالشخص اللي تحبيه يا رب. القصة الثانية: تقول صاحبة القصة: أنا تطلقت في عمر صغير، عمري 23 لما تطلقت وعندي طفل. سبب طلاقي كان كثرة الخيانات والضرب والإهانة، الحمد لله كنت مخلصة جامعة بس مو بمحصلة وظيفة. مع الأسف أهلي مو بالناس اللي وقفوا معاي، هم وقفوا ضدي، والسبب كلام الناس والفضيحة. أختي بدل لا توقف معاي كنت أسمع كلام منها يوميا بسبب الغرفة، ما عندي غرفة بروحي وما أعرف إيش، فأنا وياها مشتركين في نفس الغرفة، ما عندها خصوصية، ولدي يصيح، كانت نفسيتي جدا خايسة. وصلت لمرحلة إني عادي أرجع له بسبب مضايقات أهلي، حتى حرمة أخوي ما رحمتني بحجة البيت صار ضيق عليها وعلى عيالها، وإنه إيش فيها لو تحملت الضرب. سكت وايد لين قررت إني أرجع لزوجي، وأنا عندي خالة هي أخت أمي كبري أفضفض لها دايما، دقيت عليها وخبرتها قراري والسبب وأنا أصيح. راحت علي إنه أبيع ذهبي وأعطيه أبوي وأمي وأطلب منهم هالفترة يتحملوني لين بس أحصل وظيفة وأشيل نفسي. قالت أنت جربي هالقرار وإذا ما نفع ارجع لطريقك،
وهذا اللي صار. مسكت أمي وأبوي وعطيتهم كل ذهبي وطلبت منهم فترة بسيطة بس أعدل الأمور لأنه أنا ما أقدر أرجع له وكلام الناس بينتهي. وصحت لين قلت بس عندهم والحمد لله تفهموا موقفي وصرت أقوم الليل كله على سجادتي وولدي نايم جنبي عشان ما يزعج أختي وأقرأ سورة البقرة وسورة الواقعة لين الفجر. وبعد الفجر أبدأ أرسل CV حق لكل مكان والحمد لله جاء الفرج بعد أكثر من 6 شهور. وصلت لمرحلة اليأس، توظفت وظيفة حكومية براتب فوق الممتاز وبدأت تزين حياتي شوي شوي. أبوي خذ مني قرض بسيط وبنى لي ملحق خاص فيه غرفتين وصالة ومطبخ وحطيت خدامة لي وبدأت مشروع طبخ وواجهت تحدي إلى أن نجحت فيه. اليوم أكلمكم ولدي عمره 10 سنوات. أختي تزوجت وأخي طلع له بيت خاص وما حد في البيت غير أنا أهتم بأمي وأبوي ولا يشوفون في هالدنيا غيري أنا وولدي وأنا أقوم فيهم وأهتم فيهم بأصغر تفاصيل. الحمد لله الحمد لله أنت قدرك كبير عند ربك رغم معاملة أهلك السيئة ووقوفهم ضدك وإنهم أخذوا ذهبك بس كنت بارة فيهم وهذا جزاء الإحسان. الله يتمم عليك فضله ويزيدك من نعيمه وتنالين بر ولدك يا رب. والله يوفقك وإن شاء الله الله يعوضك بزوج طيب حنون. بس والله انتهت قصصنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة.